تسعى تونس من خلال إجراءات استثنائية إلى دعم قطاعها السياحي بعد الهجوم الدموي الذي شنه مسلح تونسي على فندق في ولاية سوسة وأسفر عن مقتل 38 سائحا معظمهم بريطانيون، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف، وهو ما سيجعل الاقتصاد يخسر أكثر من 450 مليون يورو في العام الحالي. عايز تاخذ قرار راهو خاطر باش تولي مشكله اجتماعيه في البلاد وباش تولي مشكله. هذوما مؤسسات اقتصاديه والسياحه التونسيه الموجوده من عندها 60 سنه، كان يتيح القطاع هذايا يتيح وما يكونش دعمه باش يتيح الاقتصاد التونسي. وكشفت الوزيره ان الاجراءات التي اتخذتها السلطات لدعم السياحه تشمل خصوصا إعادة جدولة ديون مؤسسات سياحية ومنحها قروضا جديدة استثنائية وإسناد منحة مالية لعمال المؤسسات الذين قد يحالون على البطالة الفنية. أكثر احنا توعنا 3 سنوات ولا 4 سنوات نشتغل مع العرب أكثر من مسيح بعد الثورة. فما جزائريين، فما ليبيين، فما المغاربة، يجيوا مصريين. وقد قررت السلطات إلغاء رسوم مالية بقيمة 30 دينارا بما يساوي أكثر من 13 يورو مفروضة منذ العام 2014 على الأجانب عند مغادرة البلاد، وتسهيل إجراءات منح التأشيرة على الحدود للسياح.